13 التنميه البشريه العلاقه ديالها، واليوم 15 ماي اللي هو يوم افتتاح المقارنة في بلاتي الجديده ديال المقارنة ديال دوك الصباح الجميل ديال دوك الصباح الحديديه. كنشكر اولا السيد العميد على الثقه اللي دارها فينا، ثانيا ثاني تنشكر الناس ديال الناس ديال التنميه البشريه كما قلت الثقه ديالهم، والحمد لله ما جيتوش شفتوا لاحظتوا بعينكم التغيير ديال النادي، لا من طرف الرئيس ديال لاديك ولا من طرف رئيس خليفة الاول جماعة العريش، ولا جميع المنخرطين ولا جميع الناس شافوا التغيير الجذري لهذا النادي هذا. لهذا التغيير ما كانش ساهل، كان 3 شهور ديال الخدمة، تبدا ب 8 الصباح حتى 8 الليل، نص ساعة تقريبا نص ساعة النهار، اللي هي العمل اللي قايم به انا بيدي وقف لي بيدي من اكثر زاد النادي هذا. وبهذه المناسبة كنشكر السيد العميد على الثقة هذه، وبهذه المناسبة غنديروا ان شاء الله نحاولوا نديروا ان شاء الله دراسة ديال لابيتونك تكون دراسة مهما دابا عندنا الحمد لله ليفول ليفول ديال المبادرة، عندنا ليفتوني ديال المبادرة، دابا غنشرا نديروا دراسة ديال الجونيور، لأن إن شاء الله الجونيور هما المستقبل ديال النادي هذا إن شاء الله بإذن الله. وكما تشوفوا دخلنا دابا في إطار النادي، دخلنا في إطار ديال التلتة ديال التلتة، إطار المبادرة، إصلاحات بعض الأماكن اللي هو ديال النادي، وفي الصور ديال الغريسة اللي تتم تصلح بالشراكة مع الجماعة ديال العريش، عطاتنا المواد الأولية، وحنا كنخدم والعمال وهذا على عتيق النادي. نعم، أي بالنسبة للشروط ديال الانخراط بالنسبة للفئات الصغرى؟ نعم. فئات شروط الانخراط؟ نعم. شنو هي الشروط؟ لا حنا من لا حنا العكس، حنا ما نتخلصوش كاع بتاتا، حنا ما نتخلصوش فابور، والدليل واحد الويد هو هنايا جا مسكين هو دابا عنده 13 ولا 14، ولكن عنده النمو العقلي ماشي الموش، هو النيت هو معنا الدجا، هو تنبا احتضناه تلاقوا مسكين ليبور، هو كما كوك هنايا عجبتو الكره الحديديه، عيط الاب ديالو جا قلت له قلت له بلا بدون دابا بدون بلا فلوس مرحبا بك انا طبيعي حنا مشروع ديالنا ماشي مجاني، مجاني الاب ديالنا هما الشباب هادو يدخلوا يمارسوا الكره الحديديه كما معنا مش فدين هنا ما نيت من مدرسات الله في جوج صغار دابا مجوجين دابا جوج. بالنسبه للفئات اللي حصرتهم شنو الفئات اللي عندكم العمريه شحال العمر؟ العمر بين 8 ل 17 هادو جونيور حتى 18 بلابون ديال الجونيور دابا يكونوا مجانا، يكونوا الفئات ديالهم مجانا على العتيق النادي. علاش درنا البيفيت هادي؟ البيفيت هادي ان شاء الله باش هي عطينا المسؤول ديالها هي باش غنوكبوا دوك المصاريف ديال التنقل ديال الدري الصغار باش يمشيو ليكونكور برا ديباسمون ديالهم باش نادا هذاك الدخل ديال البيفات حنا منو البيفات باش يكون الدخل ذاك الدخل هو به باش ان شاء الله دوك الدري الصغار باش يسافروا باش يباتوا في لي زوتيل في المسوق الحديديه هادشي باش خمنا نديروا البيفات